فتعمل قصور للحكم في مصر، تعمل بقول لكم في تاريخ مصر، وانت النهارده بتتكلم على دوله لازم عندك المقرات. المقرات دي معناها ايه؟ هل في رئيس في اي وقت اتكتب المقر ده باسمه؟ مفيش حاجه اسمها كده. لكن هما بيرددوا ايه ويروجوا ايه؟ يقول لك قصر الرئيس عبد الفتاح السيسي. مفيش قصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا مقر الحكم لرئيس الجمهوريه. يستمر الرئيس وبعد الرئيس هيجي رؤساء تانيين ورؤساء ثالثين الى نهايه قيام الساعه. لا، هي قصور وليست قصر مملوك لرئيس. مفيش حاجة اسمها انه رئيس عنده قصر مملوك باسمه، مفيش حاجة اسمها، حدش بيكتب قصور باسمه. ده مش ملك للرئيس عبد الفتاح السيسي ولا في العاصمة ملك الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلا كانت بتاعة محمد علي وبتاعة الخديوي وبتاعة بتاعتهم، مفيش حاجة اسمها كده. ده قصر الطاهرة مثلا على سبيل المثال، الرئيس سادات كان فيه غرفة عملية إعداد حرب أكتوبر، قصر الطاهرة اللي في مصر الجديدة. غير العروبه اللي هو الاتحاديه حاليا، غير عابدين، غير القبه. دي القصور اللي احنا عارفينها. سيبك من الاستراحات، استراحات موجوده في اسوان، موجوده في برج العرب، في اماكن كثيره استراحات رئاسيه كثيره، في مختلف، في الاسماعيليه موجوده، الاستراحات بتبقى حاجه محدوده يعني. الرساله هنا عايزين ايه حضرتك كمواطن؟ عايز يقول لك هذه الثقه، هذه الثقة ما بينك وبين الرئيس. هذه الثقة مرة أخرى، مش أول مرة اتكلموا ولا آخر مرة هيتكلموا، هيفضل. ما أنا قلت لك، ما هما استغل موضوع الكهرباء، استغلوه على مدار الوقت ما لقوش فيه فايدة. طيب نطلع موضوع تاني ما لقوش فيه فايدة، نطلع موضوع رابع ما فيش فايدة. طب هل هيسكتوا؟ مش هيسكتوا، هيدوروا على أي حاجة. اي لانه الموضوع في الاخر انه هذا الرجل لا يستمر. طب هل دي اراده مين؟ هي اراده الشعب. الاخوان من اول دقيقه هم مستهدفين الرئيس ومستهدفين الدوله من اول ثانيه. هل النهارده الاخوان اللي بيعملوه وقنواتهم اللي بيعملوه عايزين خير للبلد؟ من امتى عايزين خير للبلد؟ وامتى كانوا هم بيدوروا على خير للبلد او اي خير لاي مواطن؟ لم يحدث ولن يحدث. هو عايز بس ايه؟ ان كل شويه تبقى عندك مشكله، تبقى انت موجوع، تبقى انت متضايق، تبقى بيطلعك موضوع دخلك في موضوع تاني. طب النهارده اهو موضوع الكهرباء، وان شاء الله نخلص وادينا بقى